أعزائي المشاهدين، نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن شخصية جديدة من الشخصيات التي أدت دورا مهما في تاريخ العراق، وإن لم يكن من حيث الأصل عراقيا ولكنه استعرق، يعني عاش حياته كلها في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص، وحكم وتثقف فيها وتعلم، ثم حكمها نحو 15 عاما. كان لحكمه الأثر الكبير في تاريخ العراق، بل في تاريخ، ليس في تاريخ بغداد وحدها، وإنما في تاريخ المدن العراقية الأخرى. وحقيقة كان له شأن مهم في حركة الإصلاحات التي بدأت في بغداد وفي المدن الأخرى في مطلع القرن 19، وهي إصلاحات يعني سيمتد أثرها في الفترات اللاحقة. كان أول مصلح، أو ربما نستطيع أن نقول أحد أبرز المصلحين الذين أرادوا أن يعني يحققوا مشروعهم في تقوية البنية التحتية للعراق، بإنشاء يعني بالارتقاء بمستوى المدن العراقية وتقوية النظام من الناحية العسكرية، والأهم من هذا كله أراد الاستقلال عن الدولة العثمانية، وخطى خطوات في هذا المضمار، لولا أن الظروف التي سوف نتكلم عنها أو نشير إليها إشارة أودت بمشروعه. فهو إذن المخطط الأول لفكرة أن يحقق العراق استقلالاً عن الدولة العثمانية، وأظن أن هذه الفكرة وحدها تستحق أن نتكلم عنه كواحد من أولئك الأعلام الذين بدأنا الحديث عنهم منذ حلقات قليلة. من هو هذا الإنسان، هذا الشخص، هذا الوالي؟ هو والي بغداد داوود باشا. داوود باشا حقيقة اسم لا يمكن لدارس التاريخ العراقي في العصر العثماني، بل في القرن 19، في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19، إلا ويقف عند اسم داوود باشا. لم يكن واليا عاديا تولى منصبه ثم ذهب، وإنما كان واليا بناء، وهذه صفة أخرى تجعلنا نختاره للحديث في هذه الحلقة، مع أنه لم يكن عراقي، أصله من جورجيا، أصلاً من جورجيا، ومن أسرة موسرة هناك، كان مسيحياً كمعظم سكان جورجيا، وأسرته كانت يعني موسرة تماماً يعني، ولكنه أسر في بعض الصراعات كما يبدو، ووصل إلى أيدي النخاسين، أي إلى تجار الرقيق، وهو صغير، وجيء به إلى مدينة بغداد وبيع في أسواقها، واشتراه أحد سراة بغداد وأحد الفضلاء حقيقة فيها، وهو مصطفى بك الربيعي. أما أنه لماذا اختيرت بغداد لكي يباع فيها؟ لأن بغداد كانت مركز جذب للرقيق بسبب التجربة التي بدأها والي بغداد الأسبق حسن باشا وابنه أحمد باشا في إنشاء جيش وحكومة بكاملهما من الممالك المجلوبين من جورجيا. يعني كانت هناك سوابق في جلب الرقيق هؤلاء صغاراً، وفي بغداد يعني يدخلون إلى المدارس ويتعلمون ثم يفرزون، يعني إلى أما يكونون موظفين مدنيين أو يكونوا ضباطا عسكريين، وبالتالي يكونون ملاكا جيدا لحكومة كانت تفتقر إلى مثل هذه الملاكات.
يعني في ظل الفوضى والاضطراب شعر حسن باشا وأحمد باشا بأنهما في حاجة إلى ملاك دولة جديدة، ملاك يعني يربى على قيم جديدة، قيم الانضباط العالي والحياة العسكرية وغير ذلك. هذا حديثه يطول، ولكننا نقتصر منه هنا أن بغداد كانت فعلا سوق جاذبة لأمثال داود باشا، وبالتالي جاء بهذا الطفل فبيع في بغداد واشتراه أحد الفضلاء، يعني أحد أعيان المدينة الكبار، وهو مصطفى الربيعي. وكان لمصطفى الربيعي هذا بيت يعني كبير ومهم من بيوتات بغداد، وله مجلس حافل يعقد في بيته في محلة العاقولية. محلة العاقولية طبعا محلة يعرفها البغداديون تماما وربما حتى غير البغداديين، يعني تلتقي بشارع الرشيد قريبا من ساحة الرصافي، وكان بيته هناك. وتربى داود باشا، طبعا لم يكن باشا في هذا العصر، كان داود، تربى في هذا البيت ونال قسطا من الثقافة في أفياء هذا البيت، بيت مثقف، فتلقى شيئا من الثقافة، وبدأت مواهبه في التعلم تبرز يعني في هذا البيت. وصادف أن زار مصطفى بك هذا والي بغداد سليمان باشا الكبير، وهو أحد أيضا الولاة المهمين في من المماليك، هو نفسه أيضا كان أصلا من المماليك يعني جورجي. فرأى داود باشا وقال والله هذا يصلح أن يضم إلى الجيش أو إلى التدريب، ويعني يمكن أن يكون ضابطا جيدا إذا ما درب وإذا ما تعلم. فوهبه صاحبه مصطفى الربيعي، وتربى في مدارس خاصة، داود باشا في مدارس خاصة كانت قد أنشئت خصيصا في السراي من أجل تعليم المماليك الصغار الدين الإسلامي، ولأنهم كانوا مسيحيين في الأصل، والعلوم الإسلامية والتدريبات العسكرية. وعلى فكرة مصطفى الربيعي هذا هو الجد الأعلى لنجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة بعد ثورة 1958، ثورة 14 تموز، هذا هو الجد الأعلى له. المهم أن داود باشا تربى وظهرت مواهبه العسكرية مبكرا ومواهبه العلمية، حتى أنه درس العلوم كما يدرسها علماء الدين الكبار، يعني التفسير والتجويد والحديث الشريف وغير ذلك، حتى أتقن علوم عصره، وحتى أصبح يعد بين العلماء وليس بين الضباط، يعني يقدم أو يمنح الإجازات العلمية بمعنى الشهادات العلمية للتلاميذ الذين يدرسون أو للشيوخ الذين يدرسون على يديه. هذا الشاب استطاع أن يثبت لولاة بغداد أنه الشخص المناسب لتولي المناصب المهمة، وبالتالي أخذ يترقى في هذه المناصب حتى أصبح دفترداراً لبغداد. الدفتردار هنا هو الممسك بالسجلات، بمعنى الذي يعني يعرف كل ما يباع ويشترى من الأراضي في بغداد وفي نواحيها. الدفتردار مهمة أو وظيفة مهمة تتعلق بسجلات، بقيود الأراضي. وكان أمينا وكان مخلصا وكان يعني متقنا لعلم الحساب الذي يحتاجه من يتولى هذا المنصب. صادف أن حكم بغداد بعد سليمان باشا الكبير، وهو سيده الذي رباه والذي علمه، ابنه سعيد باشا. سعيد باشا هذا لم يكن كأبيه، شاب نزق قليل الخبرة، تسيطر عليه أمه وبعض أصدقائه، يوجهونه وفقا لإرادتهم ومصالحهم، فضيع يعني الحكم تماما، أو أصبح شخصا كثير المآخذ عليه، فضاق به الناس وضاق به رجال حكومته وأولهم داود باشا. وباختصار داود باشا أعلن
يعني أو أدرك أنه سيأتي عليه الدور فيعزله سعيد باشا هذا، فكان نابها يعني ذكيا، أخذ معه خاصته من الأتباع وخرج من بغداد يعني يحاول أن يقوم بشيء ما ليتولى السلطة أو أن يبعد سعيد باشا عن السلطة في الأقل. ذهب إلى الأسرة البابانية في السليمانية، وقصد أصدقائه هناك، وكتب من هناك إلى السلطان العثماني يعلم السلطان بالحال الذي تردت إليه بغداد في عهد سعيد باشا هذا الشاب الذي لم يكن بمستوى المسؤولية. ويبدو أن لداود أنصار ومؤيدون في العاصمة العثمانية في ذلك العصر، إذ سرعان ما تمت الموافقة على طلبه وتم الاقتناع بما عرضه على أولي الشأن هناك، وأرسل إليه الفرمان بعزل سعيد باشا وبتوليه هو مكانه. وطبعا هذا كان نجاحا سياسيا من المستوى العالي، يعني لم تكن الأمور بهذه السهولة، ولكن الثقة التي حازها داود باشا في بغداد وفي المدن الأخرى في السليمانية، كان له أصدقاء وله أعوان وفي الدولة العثمانية نفسها، جعلته يعود إلى بغداد واليا لها. المهم في هذا كله، لأن حديثه يطول كما قلت، نشير إلى الجانب يعني الإصلاحي في سيرته. داود باشا كان يدرك أن العراق في حاجة إلى أن يعتمد على قواه الذاتية، يعني لا يمكن الاعتماد على الدولة العثمانية في كل ما تتطلبه الحاجة إليه من سلاح ومن جند، وبالتالي نظم شؤون الضباط، كان معظمهم من المماليك، وكان منهم من لم يكن من المماليك من العراقيين، ونظم شؤون الجيش، واستطاع أن يوسع من نطاق هذا الجيش عن طريق الاعتماد على العشائر، القوى القبلية، بحيث أن قواته كانت قابلة أن تزداد لعدة أضعاف إذا ما يعني تم التهيئ لأي معركة ما. يعني يبلغ عدد الجيش كان حدود 120,000، طبعا هذا كان رقم كبير جدا في عرف جيوش ذلك العصر. نجح داود باشا إذن في تنظيم جيشه وفي زيادة عدده وفي يعني خلق الأواصر التي تربط الحكومة بالقبائل العربية، لا سيما التي يمكن أن ترفد جيشه بقوى مسلحة ومنظمة وقوية، فزاد عدد هذا الجيش. أيضا اهتم بالتسليح، هو أول وال فكر في إنشاء معمل لإنتاج الأسلحة، وفعلا استقدم خبراء من الخارج، يعني بعثة فرنسية وضباط فرنسيون لتأسيس أول معمل لصب المدافع الثقيلة في بغداد. أظن أن هذا المدفع كان في نفس الأرض التي أنشأ فيها مدحت باشا معملا لصناعة الملابس العسكرية، وهي المعروفة بالعبخانة، قريبة من ساحة يعني ساحة الوثبة هناك، أنشأ معملا لصب المدافع الثقيلة ونجح في ذلك، وإضافة إلى إنشاء البنادق والأسلحة النارية الخفيفة. ولأول مرة يتجهز جيش عراقي بأسلحة مصنوعة في العراق وليست مستوردة أو مستقدمة من الولايات العثمانية الأخرى كما حدث سابقا. إذا كان سليمان باشا سلفه قد اهتم بتسوير المدن العراقية، فداود باشا كان مهتما بإصلاح شأن هذه المدن، ولذلك هو أول من حاول ونجح في ذلك إلى حد كبير في إصلاح شأن بغداد، يعني عمر كثير من المنشآت العامة، لم يبقى منشأة عامة إلا وعمرها، جددها، وشيد عددا من المساجد الكبيرة، جعلها زينة لبغداد، منها وأبرز هذه المنشآت جامع الحيدر خانة، الجامع الذي شهدت ساحته انطلاق ثورة 20
بعد قرن من هذا التاريخ أنشأ جامع الحيدرخانة، أنشأ جوامع كثيرة، أنشأ مدارس، ألحق خزائن للكتب عظيمة بهذه المدارس، وفر العلم من خلال تلك المكتبات ومن خلال تشجيعه للعلماء ودفعه الرواتب الكافية لهم، وقف أملاكه الكثيرة على وأملاكه أيضا ربما يتساءل بعض من أين له هذه الأملاك. كانت هذه الثروات التي حازها المماليك ولا سيما داود باشا تأتي معظمها من التجارة، يعني تحولوا إلى ولاة وإلى تجار في آن واحد، كان يعني يشارك في التجارة وله قوافله وله أمواله وله استثماراته، مجال الاستثمار كان التجارة، ولذلك أنشأ الخانات والأسواق، وهذه مواردها كانت تتحول إلى موارد ينفق منها على المنشآت الخيرية الكثيرة التي أنشأها، موظفين ومدرسين وطلبة ومخصصات وطعام وغير ذلك. من أين كانت تأتي الأموال؟ كانت تأتي من ريع هذه الخانات والأسواق التي أنشأها. فكان عهده حقيقة يمثل عهد نهوض واضح في تاريخ العراق بعد فترة من الارتباك وفترة من الفوضى سبقه. حقيقة يعني يفترض أن أذكر الآن أن أول من فكر بإنشاء شارع عريض مستقيم يتخلى المدينة بغداد كان هو داود باشا. لم يكن في بغداد قبل ذلك إلا أزقة ضيقة ومتعرجة، هو أول من فكر بإنشاء شارع عريض يمكن أن يصل بين هذه المحلات وبين هذه الأزقة، هو شارع الرشيد. طبعا لم يكن معروفا باسمه شارع الرشيد في ذلك العصر، ولكن لدينا يعني أخبارا تشير إلى أنه هو الذي بدأ بإنشاء طريق سيوسع فيما بعد قرن ويصبح الشارع العام الذي أطلق عليه شارع الرشيد فيما بعد. كان داود باشا إذن مصلحا يعني مدهشا في كثرة ما التفت إليه من جوانب إصلاح الجيش جندا وسلاحا، إنشاء أولى المعامل في بغداد، أيضا إضافة إلى ذلك يعني إصلاحه الحياة في مدينة بغداد، تنظيمه إنشائه المدارس، خزائن الكتب، السقايات العامة، أنشأ عددا كبيرا من السقايات التي وفرت المياه المجاني للفقراء ولغير الفقراء. كانت هذه السقايات ملحقة بالمساجد التي أنشأها أو مستقلة عنها في يعني في الطرق وفي الساحات، ووقف عليها الأوقاف الكافية لإدامة رفدها بمياه الشرب. وكانت هذه مسألة مهمة، يعني لا نتصور أنها كانت مسألة هينة، المياه كانت تنقل على ظهور السقائين وبالمقابل يعني، لكن هذه السقايات التي عني بإنشائها هذا الوالي المصلح كان سببا في يعني في توفير مياه الشرب ومياه الاستعمال لأهل مدينة بغداد. اهتم أيضا بتحصين المدينة، يعني تعمير أسوارها وتقوية يعني دفاعاتها والربايا التي كانت تحيط بها. وبالتالي حينما أراد السلطان العثماني أن يقضي على داود باشا، حقيقة داود باشا أصبح يمثل يعني شوكة في نظر الدولة العثمانية أو بعض القيادات في الدولة العثمانية، يعني طموحه واضح وأعماله واضحة الدلالة، وبالتالي أرادت الدولة العثمانية التخلص منه والمجيء بوالي آخر والقضاء على نظام المماليك الذي استند عليه داود باشا، القضاء على هذا النظام كله والمجيء بنظام آخر يعين فيه الولاة بشكل مباشر من الدولة العثمانية. حينما أرسلت الدولة العثمانية أحد مندوبيها أحد سفرائها واسمه صادق أفندي
إلى بغداد وهو يحمل معه فرمانا أي أمرا سلطانيا يقضي بعزل داود باشا. تمكن داود باشا من أن يتخلص من هذه المشكلة اللي واجهته بتدبير اغتيال صادق أفندي هذا، بتدبير اغتياله. الرجل جاء متعبا عن طريق الموصل واستقبله داود باشا استقبالا حافلا وتركه لينام يعني بعض الوقت، وفي أثناء نومه دخل عليه من قتله. وهنا أصبح داود مطالبا بمسألة مهمة، كيف يدافع عن نظامه وقد أعلن الحرب حقيقة، وأعلنت الحرب عليه من قبل الدولة العثمانية وهو تابع لها. فتمكن فعلا من أن يجهز جيشه ويتأهب لمقاومة ولدفع الدولة العثمانية. شوف يعني ما هذا الطموح، يعني هو والي ولكنه هيأ نفسه لمقاومة، ولكن الظروف كانت، الأقدار كانت أقوى منه. انتشر الطاعون وغرقت بغداد بارتفاع مناسيب مياه دجلة، وقضي على هذه التجربة الفريدة والتجربة الجديدة حقيقة، وعزل عن بغداد وقضى حياته الباقية شيخا للحرم في المدينة المنورة، وتوفي هناك. وإلى حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.